كان أكو عالم في إيران توفي قبل أعوام قليلة، يقال له السيد الشبستري، عالم كبير كان. هذا الرجل يقول: في أيام شبابي وكنت حديث عهد بالزواج، قحط كان في إيران، قحط، طعام ماكو، خبز ماكو، وأنا توي كنت متزوج. كنا نذهب إلى صف الخباز ونقف في صف طويل، والخباز لا يعطينا إلا قرصتين فقط، خبز أسود طعم مو طيب ماكو. يقول: أنا في يوم من الأيام ذهبت إلى هذا الصف وبقيت مدة طويلة وأخذت نصيبي وعدت إلى البيت، شفت هنالك امرأة فقيرة، قالت لي: يا سيد، أنا جائعة ما عندي شيء، أعطني هذا الخبز. وقالت كلمات أخرى أيضا. يقول: فأنا ترددت أنه أعطيها الخبز ما أعطيها، إذا أعطيتها الخبز الليلة كيف نبات؟ يجب أن نبات جائعين. قلت: نؤثر ونبقى هذه الليلة أنا وزوجتي جائعين. يقول: أعطيتها، ذهبت إلى البيت وإذا بخباز آخر غير هذا الخباز اللي أشتري منه. عندما دخلت البيت طرق الباب وقال أنه: سيدنا، أنا فكرت أنت سيد شاب جديد عهد بالزواج وتروح توقف في هذا الطابور في هذا الصف، هذا مو مناسب لك. أنا ابتداء من هذه الليلة كل يوم أجيب لك قرصتين من الخبز وأنت في بيتك. يقول: جاب لي من هذا الخبز الكبير المتعارف هنالك، نظيف طيب، وقال: إلى انتهاء القحط كل ليلة كان يجيب لنا.